في وسائل أفراد الطاقم الأرجنتيني يأتون من 20 بلدا ويتحدثون 19 لغة. إذا في وسائل يمكنكم تشغيل الواي فاي والتواصل على شبكة أون إير. يمكنكم استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة بكم عند إطفاء علامة تحديد المقاعد. يمكنكم أيضا استخدام هواتفكم المحمولة والبيانات الخلوية الخاصة بكم. جميع رسوم التجوال سيتم بناءها من ضمن خدمتكم المزودة. تحية طيبة لقضاء إم إس كارغويز وبرنامج وتصفيق فلاي المسافرين مع هذه الرحلة. MS Tigers هو برنامج طيران الإمارات لولاد المسافرين والذي يمدكم المكافآت والامتيازات لكل مرة تسافرون معنا. رحلة اليوم ستكسب قيمة إضافية إذا رغبتم في الانضمام إلى البرنامج. يوجد تحدي أحد الطاقم لحفظ بطاقة تأجيل وكتب هي رحلة اليوم. إن أردت الجوال ورسائل قصيرة من دون الحالة على مدى الطائرة نجم حضرة طيب ومدى الجوال فضل الصامت لتفادي إزعاج المسافرين من حولك. أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا اليوم ورجاء عدم الترمس هذا مني أو من أحد أفراد الطاقم وشكرا. Ladies and gentlemen, our multinational cabin crew on board today come from 20 countries and speak 19 languages. Please successfully help to the flight. A warm welcome to all our MS Cowboys members. When you join MS Cowboys, you enjoy rewards and privileges every time you fly. As our cabin crew above our instant room class can even now pass on today's flight. Ladies and gentlemen, switch on your Wi-Fi and connect to the on-air network. You can use your laptops once the seatbelt signs are off. You can also use your mobile phone and data roaming. All roaming charges will be billed by your service provider. We hope you enjoy your flight, and if there is anything we can do to help you, please let us know.
التي وسادت تبص بحكم لقد ضبط طارئا في المطار. تنقل الدولي حيث تنقل المحلي من 10 الساعة 7 35 دقيقة درجة الحرارة الخارجية 18 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب بقاء جلسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا. تطفى إشارة تحمية المقاعد قبل مغادرة الطائرة. تأكدوا من أخذ جميع أنفسكم الشخصية موجودة في المقاعد لأنفسكم أو في الخزانة العلوية. يجب محاضرات ركاب ترانزيت متابعة سفرهم لمحطات أخرى. مرجعة الموظفين عودين داخل ساعات القادمين. نود أن نشكركم وسفركم مع طائرة الإمارات باشتراك مع كوانتس. كما نرجع أن تكونوا استمتعتم برحلتكم. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok International Airport. Our local time is 7:35 a.m. The temperature is 28 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. Please turn your seat with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has switched off. You can now use your mobile phone. Please check your seat belt and overhead locker to make sure you have all your belongings with you. If you need any help, just reach me. Coming through Israel, those are cross-checking.